هذا ليس الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بل سالم سميرات بائع الخضار في مدينة رام الله الذي يعرفه أبناء الضفة الغربية بشبيه أبو عمار. الفلسطينيون يعيشون هذه الأيام الذكرى الثامنة لرحيل قائدهم، مع استمرار الأخبار عن تحقيقات حول أسباب وفاته الملتبسة، تأكيداً على أن قضيته ما تزال حية. ويقوم سالم سميرات بارتداء زي الزعيم الراحل وتقليد حركاته وكلماته ليقول إن صورة الرئيس الفلسطيني لم تمت أيضاً. أهالي الضفة يرحبون بشبيه الرئيس عرفات ويستقبلونه في مناسباتهم، حيث يلتقطون له الصور مع الجميع كباراً وصغاراً، وهو يفتخر بهذا العمل الذي يقوم به. في وقت يقول فيه المثل الشعبي بيخلق من الشبه 40، يعتبر سالم أنه حتى الآن هو الشبيه الوحيد لياسر عرفات.